السلام عليكم ورحمة الله. احنا بإذن الله هنشرح لكم مراحل تنفيذ مادة البلانكو اللي بتتفرد على الخرسانة، الأسطح الخرسانية بشكل مباشر. عندنا قدامنا الشكل، البلانكو بتتقسم لثلاث مراحل. عندنا أول مرحلة على طول زي ما واضح قدامنا، مونة محارة للتربيات، دي بتتفرد على طول على الخرسانة أو الأسقف الخرسانية، بتخدم معايا على طول، بيكون لها تخانة بتوصل ل5 ملي، بتكون كويسة وبتخدم معايا وبتنفعني في الشغل بتاع بديل المحارة للأسقف. تاني مرحلة بعد ما بخلص المرحلة الأولى وأفردها، بسيب السقفية أو المكان اللي أنا فردت فيه المادة في رينج ساعة لساعتين، بيشد، ببدأ أفرد المرحلة التانية معايا. ولو عندي مسطحات كبيرة يفضل أفردها في يوم المرحلة الأولى، وأجي أفرد المرحلة التانية في اليوم التاني. المرحلة التانية بتكون أقل شوية، بتكون عاملة زي الدهارة بتاعة المصيص، هي مكتوب عليها هي مون الدهارة زي ما واضحة قدامنا، بتكون التخانة بتاعتها أقل شوية والخدمة بتاعتها أعلى شوية. يعني أنا لو شفت معايا السقفية هنا اللي احنا واجدين متواجدين فيها وشغالين فيها، دي أول مرحلة. هنشوف خلال الفيديو المرحلة التانية. أول مرحلة لو ركزنا هنلاقيها في أماكن عالية وواطية، في أماكن لسه ما تسويتش، أكني بشتغل مراحل المحارة. بعد كده ببدأ أسويها بالمرحلة التانية، بتنعم أكتر السطح معايا، وبتخش بعدها المرحلة التالتة برضو بسيبها من ساعة لساعتين، برضو يفضل لو سبتها يوم لو عندي أسقف مسطحة أو مسطح كبير. آخر مادة المرحلة التالتة، شايفين الشكارة أصغر شوية، الشكارتون اللي في الأول، أول واحدة وتاني واحدة 30 كيلو، الشكارة الأخيرة دي عاملة 12 كيلو ونص. بتبدأ المرحلة التالتة، بتكون عبارة عن بتتفرد، بتكون عندي زي تنعيم وفينش، بيديني سطح ناعم. طبعا هنا المعلم، السلام عليكم يا معلم، بينظف، الله يبارك لك، الاسقف كلها من الزوايا ومن كل الزوائد عشان يبدأ يشتغل على سطح نظيف والبلانكو يشتغل معاه والمعجون ما تفردش منه كتير. المعلم شغال بالاجنه والشاكوش، هو بينظف كل الزوايا وكل الزوائد والريش اللي موجود في السقف عندي، بحيث يشتغل على سطح مستوي وما يهلكش كتير في الماتيريال او في الخامه بتاعه الباودر بتاع البلانكو. والسلام عليكم ورحمه الله.